لعبه لو شيطان عرف يلعبها عليك ولبستها، وللاسف هو قدر يلعبها على ناس كتير، خلاص ما بقاش محتاج يوسوس لك ولا يتعب نفسه معاك. هو هيشد كرسي وهيقعد يتفرج عليك وانت بتضيع نفسك بنفسك. اصحى لا تتغفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. وزي ما قلت لكم للأسف اللعبة دي وقع فيها ناس كتير كتير. ناس تبعت لي تقول لي أمير أنا قلبي مات، أنا ما بقتش موجود أصلا، لا كلامك ولا كلام غيرك بيأثر فيا، بقيت بعمل الذنب ونفسي ما تلومنيش، ضميري مات، لا في تأنيب ولا ما تأنبش. المعاني الجميلة اللي انتم بتقعدوا تحكوا فيها بتاعت القرب من ربنا والإحساس والرغبة العبادة والدعاء والذكر، ده كلام مش بتاعي ولا ليا دعوة بيه. قلبي بقى حجر ويمكن أقسى من الحجر، وأنا بقول لك من الآخر كده قلبي مات وانساني بقى. قول لي بقى الشيطان بعد ما انت قلت الكلمتين دول بلسانك يشتغل ويتعب نفسه ليه؟ خلاص الزبون وقع وبيضيع نفسه بنفسه وفقد الامل في الله عز وجل، مع ان يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال لك خد بالك ان ده هيحصل. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان هيقول لك قلبك مات يا حماده وانسى، ده لو الحجر بكى انت مش هتبكي، ده لو الحيوان اللي هناك ده قرر يتوب انت مش هتتوب. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يلا على الحرام اجري يا اخي انت، هو اقول شمال تقولوا حاضر، اقول شمال برضو تقولوا حاضر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ربنا بيوعدك ترجع يغفر لك ويزيدك من فضله، بس انت غشيم استسلمت وسبت سلاحك، وحتى لو جيت تظبط الموضوع بتظبطه غلط، بتحاول بنفسك وبنفسك بس تنفخ الروح في قلبك من تاني، ودي مش شغلتك ولا انت تقدر عليها، انما مين اللي يقدر عليها؟ الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الارض المشققة ميتة قصاد كل الناس، كل الناس متأكدين انها ماتت. سما ناشفة ما بتنزلش نقطة مطر بقالها سنين، كل الناس فقدوا الامل مش بس صاحب الارض، ولكن يشاء الله وفي لحظة المطر ينزل سيول، سيول رحمة تحيي الارض تاني وتطلع نباتها. محدش يصدق انما رحمة الله واسعة. فقد الامل في قلبك وكل الناس بص لقلبك تقول عليه ميت مستحيل يحيي. عارف زي مين؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب. كانوا ناس يشوفوا عمر بن الخطاب وعداءه للإسلام يقولوا مستحيل يسلم، وكانوا بيقولوا لو أسلم حمار بن الخطاب، ما أسلم عمر مستحيل يسلم. بس الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، تخيل يا جدع أنت أبو قلب ميت اللي مصدق أن قلبك ميت، اعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى فأحيا قلبك، جايز يجي بعد كام سنة كده واحد يتكلم عنك أنت يدي بيك المثل عشان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى. اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويقول لك قلبك مات. تمام، وإلى هنا يا سيدات والسادة انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، شير في الخير والدال على الخير كفاعله، دعمكم على باتريون سندني وموقفني جزاكم الله عني خيرا. لو حابب تدعمني على باتريون هحط لك لينك الدعم في الديسكريبشن على اليوتيوب وفي اول كومنت على الفيسبوك على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 هطلع لي كل فيديوهات هاشتاج رمضان مع امير، عليه كل فيديوهات رمضان، كل يوم فيديو جديد الساعه 11 بالليل باذن الله. وكان معكم امير منير. طب والله العظيم انا بحبكم قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.